لوجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها المتابعون الأكارم لإذاعة المنار الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة وحسن التوفيق، ونشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم ومتابعتكم لنشراتنا. أيها الأكارم، فاليوم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم إلى معاليكم درسا من دروس اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك من الجزء الثالث الوحدة السابعة الدرس 46. أيها المستمعون الأفاضل، في الدرس السابق لقد شرحنا درس المسجل أو الموضوع بعنوان نصائح لنوم صحي سليم. فاليوم إن شاء الله سوف نحل التمارين ما ذكر لنا صاحب الكتاب تحت هذا الموضوع. لما نرى أريدونكو دخوكيجي بزدكونكو دلي رب العالمين نعميد لرمتروغ وجول بستيم عزت من دو زمان غوستاس ونن درس ونن خبرونا دا العربية بين يديك كتاب سخا دريم جزء دي وما وحدة دا شبك سلوي اختم نمبر درس دي دا درس زمان غوستاس ودا كي ستي سرا تعلق ساتم قتير خبرونا كي من غوستاس ودا كي ستي يو درس واريدو دوبارم حغا مختصر شرحكو نن من غوستاس ودا غا تمارين حلكو وميد لرم چه دي روز دكوونكو بحل كريوي ګورو چې راځي کوم ځای کې موږ او تاسو ساوه شوي یو هغه نن اصلاح کوم. فهم المسموع، عنوان د درس دی فهم المسموع. مقصد دا دی چې کوم درس تا واورېدو د هغې نه دې څومره فهم واغست، د اورېدلی شوي څیز نه څومره پوه شویستی. بعد ان استمعت الى النص اجب عن الاسئله التاليه. بعد ان استمعت الى النص اجب عن الاسئله التاليه. وروسته د دینا چې تا هغه موضوع اوریدلې ده د ټیپ نه، نو اوس راشه څه وکړه، اجب عن الاسئله التاليه، د لاندې سوالونو جوابونه وکړه. د دې جوابونه موږ او تاسو نه د هغې موضوع مطابق غواړي. التدريب الاول، التدريب الاول، اجب بوضع علامه صحيح او خطا. اجب بوضع علامه صحيح او خطا. يا سينخه كده، يا خطا نخه كده. ده هر جمله سره جمله وګوره، که د موضوع سره موافقه و صحیح نښه ورته کېده، که مخالفه و خطا نښه ورته کېده. راځو عزتمندو یو ځل دغه جمله اخلو، د هغې نه وروسته حل کوو. الجمله الاولى، يقول صاحب الكتاب يواجه كثير من الناس صعوبة في النوم. يواجه كثير من الناس صعوبة في النوم. الجملة الثانية، يستعيد الإنسان نشاطه بعد النوم. يستعيد الإنسان نشاطه بعد النوم. الجملة الثالثة، لا يتأثر الإنسان في نومه بالطعام الذي يأكله. لا يتأثر الإنسان في نومه بالطعام الذي يأكله. الجملة الرابعة، كثرة النوم علامة على صحة الإنسان. كثرة النوم علامة على صحة الإنسان. الجملة الخامسة، هذه المقالة موجهة لمن يواجهون مشكلات في النوم. هذه المقالة موجهة لمن يواجهون مشكلات في النوم. الجملة السادسة، الإنسان الرياضي يجد صعوبة في النوم. الإنسان الرياضي يجد صعوبة في النوم. الجملة السابعة، في بداية النوم تنخفض درجة حرارة الجسم. في بداية النوم تنخفض درجة حرارة الجسم. الجملة الأخيرة أو الثامنة، العشاء الثقيل يساعد على النوم. العشاء الثقيل يساعد على النوم. تعالوا أيها الأكارم نترجم هذه الجمل ثم نحلها أيضا. الجملة الأولى، كما قال صاحب الكتاب يواجه كثير من الناس صعوبة في النوم. هل نحن أخذنا في الموضوع هكذا
أن كثيرا من الناس هم يجدون مشاكل كثيرة في النوم، يعني يجدون الأرق لا يجدون النوم ليلا. يواجه كثير من الناس صعوبة في النوم. الدير إنسانان أغمخ مخدي دخوب ده مشكلات سرا، دخوب ده تكليف سرا، خوب لنورزي. أي ده جملة سيدة؟ نعم، نحن أخذنا هكذا في الموضوع، أن كثيرا من الناس يواجهون صعوبة النوم، يعني لا يجدون الراحة والنوم ليلا. خوب نمن دكيد شبين. فإذا نكتب في المربع علامة صحيح، مخا مخ مربع شكل جوركل دي أغيك بس أكيدو سينا خبكيدو جدا جملة سدا سيدا. الجملة الثانية دوما جملة كسوي، يستعيد الإنسان نشاطه بعد النوم. دوما جملة كداوي چه إنسان كلا أودشي أراموكي، وإذا غنى ورسته جدا غا سمرة طاقت دي نشاط طاقت تولكيجي تكروالي تولكيجي أغا دوبارا وتراغرزي. هذا جملة سيدا دخوب نورسته بيت إنسان صحت برابريجي طاقت بكي بيداشي. نعم، هذه الجملة أيضا جملة صحيحة، دا جملة هم سيدة. لا شك في ذلك، الشخص إذا تعب ثم نام يعيد نشاطه، فيستطيع أن يقوم بالعمل بأحسن الشكل. ديكي هس الشك نشتري كلج إنسان استلشي وبيلق أرام وكي أغخبل طاقت وتابيت الله رب العالمين دخوب نورس توركي، دا خوب انسان تدير زیاد آرام او راحت ورکی. نو هر یو کار به دوباره په اسان شکل باندې کولی شي. الجمله الثالثه، لا يتاثر الانسان في نومه بالطعام الذي ياكله. لا يتاثر الانسان في نومه بالطعام الذي ياكله. وکله چې انسان خوراک کوي، دا خوراک اس قسمه اثر په دې انسان باندې نوي په خوب کې، یعنی که خو خوراک کوي که بد خوراک کوي، زیات کوي که کم کوي، و دغه خوراک په خوب باندې اس قسمه اثر نه غورځي. ایدا جمله سیده؟ لا، هذه الجمله جمله خطا، دا جمله خطا ده. بل الطعام يؤثر في نوم الانسان، بلکې خوراک چې ده د انسان په خوب کې یو غټ اثر لري. بعض خوراکونه چې کله انسان وکي او درمینه خوراک وکي، کم خوراک وکي، نو انسان ته آرام ډیر ورکوي په نسبت د بعضو خوراکونو باندې. نو دا جمله سده خطا ده. سلورما جملة كسوي، كثرة النوم علامة على صحة الإنسان. كثرة النوم علامة على صحة الإنسان. يقول صاحب الكتاب، الشخص الذي ينام كثيرا فيكون جسمه وبدنه صحيحا. هل هذه الفكرة صحيحة؟ أيضا نظر سيدتي كم يو شخص دير خوبكي لا غيبة بهم رغوي. لا، هذه الجملة جملة أيضا خطأ، دا جملة همسدا خطأ دا. ليس كثرة النوم علامة على صحة الإنسان، دير خوب داد الدين نخندة إنسان بسيوي، بل الشخص الذي ينام كثيرا ربما يصيب بأمراض شتى. هذا الشخص تدير زياد خوبونكي وزياد كرت داد تبدير مرزون باندي أختشي. الجملة الخامسة بنزم جملة ذا، هذه المقالة موجهة لمن يواجهون مشكلات في النوم. الموضوع، المقالة التي نحن أخذناها أو ذكرناها أو شرحناها أو صاحب المسجل ذكر لنا هذه المقالة، موضوع هذه المقالة ويوجه للأشخاص الذين يجدون المشاكل في النوم، يجدون الأرق ليلا، لا يجدون الراحة والنوم ليلا. هل هذه المقالة موجهة لهؤلاء؟ نعم، هذه المقالة موجهة لكل من يجد مشكلة في النوم، لكل من يشتكي من النوم ليلا. يقيني خبر داك دا موضوع دا هغا خلقو ببارك دا جغاي ومشكل لدي دخوب سرا بشبكي خوب نورزي شوقير زياد دي أرامو تا نملاوي قدش بي. نعم، إذا نكتو في المربع علامة صحيح، مخا مخ جواب كسلكو مربع شكل كي سينا خقدو، هذه المقالة موجهة لمن يواجهون مشكلات في النوم. الجملة السادسة، الإنسان الرياضي يجد صعوبة في النوم. الشخص الذي يمارس الرياضة يوميا، هذا الشخص مع الرياضة مع ممارسة الرياضة أيضا يجد المشكلة في النوم، يجد الصعوبة في النوم، يجد الأرق في الليل. هل هذه الجملة صحيحة؟ لا، هذه الجملة خطأ. الشخص الذي يمارس يوميا فإنه لا يجد مشكلة في النوم، فهو يستطيع أن يريح
جسمه بالنوم فهو يستطيع أن ينام نوما طيبا. داسې شخص چې هغه سپورت کوي لوبه کوي یقیني خبره ده دا په خوب کې مشکل نه لري، د هغه دماغ څه وي آرام وي، د هغه پریشانی خفګان د ذهن تکلیف څه دی د سپورت سره ختمیږي، د لوبې سره ختمیږي. نو دا شخص چې کله سپورت وکړي د هغې نه وروسته بیا وله ښه آرام ورځي. اذا فنكتب في المربع امام الجمله علامه الخطا. الجمله السابعه وما جمله سوي. في بدايه النوم تنخفض درجه حراره الجسم. هل هذه الجملة جملة صحيحة؟ الشخص إذا نام تنخفض درجة حرارة الجسم. نعم، هذه الجملة أيضا جملة صحيحة، لا شك في ذلك. الشخص الذي حينما يمارس يزيد درجة حرارة، تزداد درجة حرارة الجسم. أما الشخص الذي حينما ينام تنخفض درجة حرارة الجسم. إذا نكتب أمام الجملة علامة الصحيح. الجملة الأخيرة أخرني جملة وما جملة سوية لأغا شخص كلا ودكيجي دخوب بشروكي دا أغا قرمائش تدي أغا كميجي دا غواخد كي دخوب بوخد كي يقيني خبر دا دخوب بوخد كي كميجي أو دا سبورت بوخد كي دا غا زيتيجي. أتم جملة سوي. العشاء الثقيل يساعد على النوم. العشاء بمعنى الطعام الذي يأكل الشخص ليلا. العشاء يقال الطعام الذي يأكل الإنسان ليلا. عشاء أغي خوراك تولكيجي چه إنسان المسبوطا كي استمالي دشبي استمالي دي عشاء ولكيجي. أما العشاء يقال لصلاة العشاء أو عشاء كي تزير شي فعين باندي نداد منزا وقت تولكيجي دما قستن منزتا. عشاء بزور باندي دما سوطن دولي تولكيجي أو بزير باندي دما سوطن منزتا ولكيجي. العشاء الثقيل معنى الشخص الذي يأكل كثيرا أو يأكل الطعام القوي. ثقيل أغي خوراك تولكيجي زياد خوراك إنسانو كدش بي دما سوطن دولي دي روخي يا قيمتي خوراكو كي خ خوراكو كي. يساعد على النوم ودهم كاريك يكومك في خوكي جكم إنسان خ خوراكو كدش بي يا زياد خوراكو كي نداب خ أرام كي. هل هذه الجملة صحيحة؟ لا، هذه الجملة أيضا جملة خطأ، ده جملة خطأ ده. العشاء الثقيل لا يساعد على النوم. درون خوراك والدش بيزياد خوراك والده هس قسمة فخوبك أثرنا لري، بل كسكي دخوب بالعكس أخوب ختمي منفي أثر لري فإنسان باندي بعد إنسان سوكي ما سوتان دوري سوكي. العشاء الخفيف ده استمالكي لك خوراك استمالكي كمزور خوراك استمالكي نو اغا خوراک به سکی په خوب کې یو اثر لري. دا عزتمند اول تمرین منګه تاسو سره چې په دې کې څلور جملې سوي. اوله جمله سوي، دویمه سوي، پنځمه جمله سوي، اوومه جمله سوي. باقي جملې چې وي دا منګه تاسو سره سوي خطا وي. ننتقل الان الى التدريب الثاني. زو دویم تمرین ته. يقول صاحب الكتاب في التدريب الثاني: اختر الجواب المناسب بوضع دائرة حول الحرف الصحيح. اختر الجواب المناسب بوضع دائرة حول الحرف الصحيح. أخي المستمع، صاحب الكتاب ذكر لنا بعض الجمل، لكن الجملة الناقصة ذكر لنا جملة ناقصة، فكيف نكمل هذه الجملة؟ نكمل بجزء صحيح بين الأجزاء الثلاثة. من لو تاسو تكتاب ولا؟ هر جمله ذکر کړی ده خو جمله ناقصه جمله ده، د خالیګا لري. خدا به موږ څنګه ډکو څنګه به پوره کو؟ دغه درې اجزاء را کړی دي. دغه درې اجزاو کې یو جز صحیح دی، اقا صحیح جز به معلومه و، هغه به راخلو په دغه جملې خالیګا کې بګدو تر څو چې جمله څه ده صحیح معنی ورکړي. اختر الجواب المناسب و مناسب جواب معلوم که، اختیار که، تعین که، وټاکه بوضع دائرة سنج معلوم كما ويو كريتي تشابيركا حول الحرف الصحيح دا أغا حرفنا جدا غا جملة بدي باندي سيكيجي لان دي دري أجزاء راكلي بدا غا دري أجزاء كي يوجو السيدي أغينا كريتي تشابيركا. الجملة الأولى يقول: إذا لم تستطع النوم ف. إذا لم تستطع النوم ف. كلا جتا خوب نلري طاقت خوب نلري، لم تستطع النوم خوب دل نرازي مقصد داده نسوك. فتناول قهوة أو الجزك وي قهوة استمال كتش استمال كغوسك نخوب دل درشي. دوهم جزك سوي مارس القراءة مطالعة وك كتاب كلاوك أغوغورا.
دريم جوز كسوي اشرب بعض الشاي لبتشي وسكا سبرخه صحي ساده چه او نوسکا نو دې درې جوس کې کم یو جوس صحیح دی د اغې نه کړی چا پیر کوي دویم جوس کې سوې دویم سوال کې من الافضل ممارسه الرياضه قبل النوم به و بهترین سپورت دا د خوب نه مخکې 5 ساعات 15 غنټې مخکې وشي با جوس کې وای ساعت واحده یو غنټه مخکې پکار دی سپورت د خوب نه مخکې دریم جوس کې سوې 4 ساعات څلور ګنټې مخکې سپورت وکړ دې چې انسان کله آرام کوي نو کوم جوس سیدې د هغې نه کړي چاپیر کوي دریم جوس کې سوې دریم سوال کې عاد الانسان ان يستحم بماء و انسان له لازم دې چې سو کې ولامبې استحمام لمبا ته ویل کېږي ان يستحم بماء په دسې اوبو باندې قبل النوم د خوب نه مخکې اول جوس کې وای بارد یخ اوبه استعمال کا دریم جوس کې وای حار گرمی اوبه استعمال که حار دریم جوس کې سوی دافئن درمینه اوبه استعمال که چې نه ډېرې یخې وي نه ډېرې ګرمې وي هغې ته دافئ ویل کېږي نو دې کې کوم جوس صحیح دی هغې نه کړی چاپیر کوي څلورم سوال څه دی مما یساعد علی النوم ان تکون درجة حرارة الغرفة و انسان ته چې کله ښه آرام ورکړی کېږي و په هغه کې یو کومک دام کوي مما یساعد علی النوم چې په خوب کې همکاري کوي انسان سره یا انسان سره د خوب همکاري کوي هغه څه شي کوي ان تکون درجة حرارة الغرفة چې د کوټې هغه ګرمایش څه وي مرتفعة اوچت وي منخفضة ټیټ وي معتدلة درمیانه وي یعنی کوټه ډیره زیاته ګرمه وي بیا هم انسان ښه خوب کوي دا به صحیح وي که نه ډیره دارنګي ګرمه نه وي درجه د حرارت پکې کمزورې وي بیا به ښه خوب کوي یا درمیانه وي نو په کوم حالات کې چې د کوټې حرارت برابر وي په هغه وخت کې انسان سره دغه ګرمایش څه کوي په خوب کې همکاري کوي د انسان سره یعنی ښه خوب ولا ورولي نو جواب به زموږ کم وي هغې کړۍ نه چاپیر کوي هغه جز نه یو کړۍ چاپیر کوي پنځم سوال کې څه وایي یفضل ان تکون الغفوة خلال النهار یفضل ان تکون الغفوة خلال النهار و بهترینه دا ده غوره دا ده چې هغه لږ شانتي آرام کول الغفوه لږ شانتي خوب کول په ورځ کې وي دا په کوم وخت کې پکار ده کوم وخت کې بهتره ده نو اول جوس کې سوی قبل الظهر د غرمې مانځه نه مخکې با جوس کې وای بعد الظهر د غرمې مانځه نه وروسته جیم کې وای بعد العصر د مازیګر مانځه نه وروسته نو کوم جوس صحیح دی د هغې نه کړی چا پیر کوي شپږمه جمله مما یساعد علی النوم و خوب سره چې دارنګې همکاري کوي انسان ته خوب راولي څه شی الهدوء والسکون آرام زی الهدوء سکون په یو معنا باندې راځي چې دغه ماحول چاپیریال یا آرام زی چې دی یا کوټه چې ده دې کې آرامي وي شور پکې نه وي الضوضاء شور پکې زیات وي الصوت الخفي لږ لږ آوازونه پکې وي نو په کوم حالات کې انسان سره دغه خوب ښه راولي په کوم حالات کې آیا چې آرام زیات وي نو دا انسان سره همکاري کوي په خوب کې آیا کنه شور زیات وي او ضوضاء ډیر زیات شور ته ویل کېږي الصوت الخفي لږ لږ آوازونه نو کوم جز صحیح دی د هغې نه کړی چا پیر کوي اوومه جمله کې سوی علی الانسان تناول العشاء قبل النوم به و انسان له پکار دا دی چې کله ښه خوب غواړي باید چې خوراک وکړي تناول العشاء قبل النوم خوراک وکړي د ماسخوتن د خوب نه مخکې څونه مخکې ساعتین دوه ګنټې مخکې نصف ساعت نیمه ګنټه مخکې 3 ساعت درې ګنټې مخکې کوم جز صحیح دی د هغې نه کړی چاپیر کوي اتمه جمله کې سوی من الافضل ان يذهب الانسان الى السرير و بهتره دا ده چې انسان کټ ته په هغه وخت کې لاړ شي قبل النعاس د پرکارۍ نه مخکې بالکل پرکاري ولا نه ده راغلی هغې نه مخکې به انسان له پکار دا ده چې کټ ته لاړ شي عند النعاس چې کله له پرکاري راشي عند الارق چې کله له خوب ختم شي نو په کوم حالات کې باید انسان کټ ته لاړ شي کوم جز صحیح دی د هغې نه کړی چاپیر کوي راځو عزتمندو تاسو به هم انشاءالله حل کړی وي اوس ګورو چې کوم یو صحیح جز دی اذا لم تستطع النوم ف مارس القراءة الجزء ب السؤال الثاني من الافضل ممارسة الرياضة قبل النوم ب 4 ساعات الجزء ج السؤال الثالث على الانسان ان يستحم بماء دافئ قبل النوم الجزء ج
السؤال الرابع: مما يساعد على النوم أن تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة؟ الجواب الصحيح ماذا؟ جزء جيم. السؤال الخامس: يفضل أن تكون الغفوة خلال النهار بعد الظهر، بعد الظهر كما قرأنا في الموضوع. الجواب الصحيح ماذا؟ الجزء باء. السؤال السادس: مما يساعد على النوم الهدوء والسكون، الهدوء والسكون. الجواب الصحيح الجزء همزة. السؤال السابع يقول: على الإنسان تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات. الجواب الصحيح ماذا؟ جيم، الجزء جيم. السؤال الأخير، السؤال الثامن يقول: من الأفضل أن يذهب الإنسان إلى السرير عند النعاس، ليس قبل النعاس وليس عند الأرق. الجواب الصحيح الجزء باء. أميد لرميز أتمنى جتاسو بهمسة دا سيكري. ننتقل أيها الأكارم إلى صفحة أخرى وإلى التدريب الثالث. زعزت منذ دريم تمرينتا أو بل سبحيتا. يقول: أجب عن الأسئلة التالية باختصار، أجب عن الأسئلة التالية باختصار. غختنا كيد كتاب ولا تدلان دي سؤالون مختصر جوابنا وكيف. السؤال الأول: متى ينام الإنسان دون صعوبة؟ متى ينام الإنسان دون صعوبة؟ كل إنسان ودكيد لشي بغير التكلفنا، بغير سختينا، يعني كم داس حالات دي إنسان تخخوب راوليش. السؤال الثاني: لماذا يواجه بعض الناس صعوبة في النوم؟ ودي بعض خلق دخوب ده مشكل سر أختدي مخامخ دي خوب ولا نرازي. السؤال الثالث يقول: ماذا تفعل إذا شعرت ليلا بالأرق سبكي؟ كلا تتشوقر إحساس كده شبي خوب ندرزي. السؤال الرابع: لماذا ينام الإنسان ولإنسان أرامكي ولإنسان أدكيجي؟ السؤال الخامس: ماذا نفعل لإيقاف أفكار ما قبل النوم؟ سكا والمغلى فكاردي تخبل سوجنا بنكو دخوبنا مخكي. السؤال السادس يقول: أيهما يواجه صعوبة في النوم، صاحب العمل البدني أو الذهني ولماذا؟ أيهما يواجه صعوبة في النوم؟ كم يو إنسان ده خوب ده مشكل سرا مخامخ ده؟ أي أغا شخص صاحب العمل البدني چ أغا بدني ستريوال لري، بدني كار كي يعني مزدور ده، أو الذهني يا أغا شخص چ أغا ذهني تكليف لري يعني دس كار كي چ بذهن باني بوجرا. ولي صاحب العمل أغا شخص تولكيجي چ كار كي خو ذهن دير مشغول نوي، لاسوني مشغول وي، بدني مشغول وي، خبي مشغول وي، لك عام ديري كول، عام مزدوري كول. او ذهني كار اغا دي چه انسان سكي مثال تدريس كي يا دبتري كار كي يو سوچ او فكر كي، نو دي كده انسان دماغ ستلي كيگي نه بدن دون نستلي كيگي. ولماذا اولي او يقيني خبره ده بدن چه ستلي شي نو زر آرام ته ضرورت لري، زر آراميږي، پنځه ملته خوب وکړه ټول بدن ته آرام ملاويږي. خو که ذهن دا رنګ ستلی شو نو هغه بیا ډیر آرام غواړي، هغه بیا ډیر په مشکله باندې راحت پیدا کوي. نو دلته وایي چې کم یو شخص د خوب سره هغه مشکل سره اخته دی، خوب ته ګران پرېوځي، خوب له نه راځي، آیا داسې شخص چې صاحب العمل البدني، هغه شخص چې بدني کارونه کوي یعنی لاس ستړی کیږي، بدن ستړی کیږي، خپې ستړی کیږي، او که نه ذهن ستړی کیږي، ولماذا اولی؟ د دې جواب موږ تاسو نه غواړي. اووم سوال څه وایي: ما الهدف من هذه المقالة؟ دا دونه موضوع چې موږ تاسو د کیسټ تم واورېدله او بېته م شرحه کړله، د دې هدف څه شی دی، څه مقصد ترې راووتو، موږ ته څه ګټه ده؟ راځو عزتمندو د دې جوابونه کوم، راځو عزتمندو څه کوم، سوال کوو، سوال سره سمدستي جواب حل کوم، بيكم كم جواب كي شرح تزررته أغشر حكوم. السؤال الأول يقول: متى ينام الإنسان دون صعوبة؟ الجواب: إذا اتبع الأساليب الصحيحة في علاج مشكلات النوم، قرأ الكتاب، مارس الرياضة، انتظر إلى النعاس، أراد أن ينام عليه أن يذهب إلى السرير، فيجد هذا الشخص ماذا؟ النوم بدون الصعوبة، وألا يتفكر في أمور ما لا ينفعهم. الجواب ماذا؟ متى ينام الإنسان دون صعوبة؟ إذا اتبع الأساليب الصحيحة في علاج مشكلات النوم. السؤال الثاني: لماذا يواجه بعض الناس صعوبة في النوم؟
لماذا يواجه بعض الناس صعوبة في النوم لاتباعهم عادات سلوكية وغذائية غير سليمة؟ هذا الشخص الذي يواجه مع النوم مع صعوبة النوم لماذا؟ لأن عاداته السلوكية غير سليمة، وكذلك غذاؤه أيضا غير سليمة، لم يمارس الرياضة، لا يتعب نفسه نهارا، لا يقرأ الكتاب، ولا ينام على السرير، فلهذا يجد هذا الشخص صعوبة في النوم. مرة أخرى، لماذا يواجه بعض الناس صعوبة في النوم لاتباعهم عادات سلوكية وغذائية غير سليمة؟ السؤال الثالث، ماذا تفعل إذا شعرت ليلا بالأرق؟ ماذا تفعل إذا شعرت ليلا بالأرق؟ أو ماذا تفعل إذا شعرت ليلا بالأرق؟ الجواب ماذا؟ أغادر غرفة النوم وأذهب إلى غرفة أخرى، إما أطالع الكتاب أو أتجول في الساحة أو أخرج من البيت ثم أرجع عند النعاس إلى غرفة النوم. ماذا تفعل إذا شعرت ليلا بالأرق؟ أغادر غرفة النوم وأقرأ الكتاب، أطالع الكتاب، وأتجول خارج الغرفة وأنتظر إلى النعاس ثم أرجع عند النعاس إلى غرفة النوم. السؤال الرابع، لماذا ينام الإنسان؟ لماذا ينام الإنسان؟ الجواب ماذا؟ ليريح ذهنه وجسمه، لأن هذا الشخص أتعب نفسه وأتعب ذهنه، فلا يجد الراحة لا للبدن ولا للجسم إلا بعد النوم، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا نومكم سباتا. السؤال الخامس، ماذا نفعل لإيقاف أفكار ما قبل النوم؟ ماذا نفعل لإيقاف أفكار ما قبل النوم؟ الجواب ماذا؟ نحدد وقتا ثانيا للنوم، يعني نحدد وقتا ثانيا للنوم، ونقوم بتصفية الأمور المقلقلة قبل الذهاب إلى الفراش، يعني نأخذ نصف الساعة نجلس فنجمع جميع الأفكار فنحلها، نضع له الجدول فنحلها، ماذا أفعل غدا أو في اليوم التالي؟ فإذا انتهى جدولي أو فإذا انتهى جدولي من الكتابة فكتبت جميع المشاكل وكتبت حلها، فبعد ذلك أذهب إلى الفراش وأنام. السؤال السادس، أيهما يواجه صعوبة في النوم، صاحب العمل البدني أو الذهني، ولماذا؟ الجواب ماذا؟ صاحب العمل الذهني. صاحب العمل الذهني، لأن الأفكار بسبب كثرة الأفكار يزول ماذا؟ النوم. أما تعب البدن فإنه يحتاج إلى النوم قليلا، أما الصاحب الذي إذا أتعب ذهنه فلا يستريح إلا بعد النوم الكثير. السؤال السابع، ما الهدف من هذه المقالة؟ ما الهدف من هذه المقالة؟ الجواب ماذا؟ بيان النواحي السلوكية في علاج مشكلة النوم. الشخص الذي يجد مشكلة في النوم، لا يجد النوم ليلا، يجد الأرق أو يجد مشكلة في النوم ليلا، فذكر لنا صاحب الكتاب ماذا؟ النواحي السلوكية أو النصائح الطيبة، الشخص الذي يجد الصعوبة في النوم، فلو قام هذا الشخص بتلك النصائح فسوف يجد النوم المريح ليلا إن شاء الله. إذا تمنى دوما وتاسنا وصالك اليوم أول سؤال ذاكرج، متى ينام الإنسان دون صعوبة؟ كل إنسان أدك دلش بغير تكلفنا ويجي كل دقرنجي أغا نصائح عملكي هم دارنجي حق أساليب جاغا سي أساليب دي أغا استمالكي. إذا اتبع الأساليب الصحيحة في علاج مشكلات النوم، كم مشكلات خوبك وتبيداكي أغا ختمك أغا لريكي أو سي طريقة اختياركي سي خوراك استمالكي ندغ مشكل بددي ختميكي. لماذا يواجه بعض الناس صعوبة في النوم؟ ولبعض خلق دا مشكل لري جاغدش بي خوب نورزي دي سر مخامخ دي، لاتباعهم عادات سلوكية وغذائية غير سليمة، ياخذ هذا سيد طريقنا استماله زان بزايا مشكلاته كي أجي. مثال لورز طول ورز أدوي، يا زان نستريك، يا لوبنك، يا قراءتنك، يا مذاكرنك، يا مطالعنك، يا خوراك غلط استماله زيت خوراك كي نبدي وجبان، يا دير سوچونك كي نداغي دا مشكل سرا أختكي.
السؤال الثالث ماذا تفعل إذا شعرت لدن بالأرق سبق يجي كلام إحساس دي وقود شوقيري أرى كم ربري لباسي قلقو قرزة مطالعة وكا سبورت وكا استحمام وكا غسل وكا ولا ملاغين بس راشة جكلا دل خبرة للي سلورم لماذا ينام الإنسان والإنسان أدكيجي ليريح ذهنه وجسمه جبدن تأرام ملاوشي ذهن تأرام ملاوشي بنزن سؤال سكلو ماذا نفعل لإيقاف أفكار ما قبل النوم أغا سوچونا چه بن كي نسولا پكار دي دخوب نمخ كي چه كم سوچونا إنسان كي دغا سوچونا چه ختم شي دي ده پارا سه پكار دي پكار دا دي چه مخ كي نتقسي مقاعد جول كي چه سباز ما دادا كارونا دي تا مشكلات لرما دا بزسنگ حل كوما نو أغي ده پارا خبل تيم تيبل خبل تقسي مقاعد برابر كي سباب پا دي وقت كي دا مشكل حل كوم دا بكم پا دي طريقة بحل كوم دا دي زان سر ولي كي دا غي نفس دي لارشي أرامو كي شبغم أيهما يواجه صعوبة في النوم صاحب العمل البدني أو الذهني ولماذا كم يدارن جد خوب ده مشكل سر دير مخامخ كيجي أي أغا شخص چه بدني ستلوي كنا ذهني ستلوي يقيني خبره ده چه كم يو شخص ذهني ستلوي أغلى خوب دير نورزي تشويش چه دير كي سوچونا دير كي ده شخص لا آرام دير نورزي ولماذا أولي زكدا بدن چه ستلوي شي أغلى آرام تزورت لري أو ذهن چه ستلوي شي ده بير دير خوب تزورت لري بل دارنگ اغا راحت و سر نشته سکون اطمینان و سر نشته ده نو پا دی وجه بانده سوچون زیاد ده آرام بلا نورزی وم سوال سده مل هدف من هذه المقاله داغی موضوع ده داغی مقاله نس مقصد ده دا منگو تاسو ته اغا نصائح رانده کل اغا طریقی اغا اسلوب اغا خوراکون اغا چلی منگ ترا او خودو چه تا ده خوب مشکل لری خوب ندرزی راش پا داغ نصائح بانده عملو کام ننتقل الان ایوها الاکارم الى التدریب الرابع يقول صاحب الكتاب لخص ما استمعت زعزت منذ سلورم تمرين تا سلورم تمرين كسوي لخص ما استمعت إليه طول أغا موضوع تاسو وارد لا أغا خلاصك أو منك تذكرك فدي باني زمان استا عربي سده قوي كيغي جاق موضوع رواقلو زان بي بويكو أو داغي خلاصة سده زان سرهوليكو ندابا يقولاني وزفشي همزمون نبارا رازو منغو تاسو هوا يونمونا همسكو ذكركو نمونه تولانده کن پا دقا طریقه بانده به قلم و کتابچه راواخله او یو موضوع ده خوب پا باره که اولی که یو شخص ده اغا ده خوب سره مشکل لدی خوب ده شپی نوازی نو پا کم طریقه بانده اغا زن تا خوب راولی اغا نصائح ده کتاب سدی اغا پا که ذکر کم نمونه واخلی اخی المستمع النوم من النعم الله سبحانه و تعالی ما انعم على البشر النوم من النعم الله سبحانه وتعالى ما أنعم على البشر به يزول التعب ويعيد نشاطه وقوته ويريح جسمه وعقله فعلى المرء أن ينام حسب ما يحتاج بدنه من الوقت أو حسب ما يحتاج جسمه من الوقت فالبشر ليس سواء فمنهم من يحتاج إلى 5 ساعات ومنهم من يحتاج إلى 8 ساعات أو يزيد على هذا فأكثر الناس اليوم من كثرة التشويش والتفكير أو من كثرة المصائب زال عنهم هذه النعمة لا يجد النوم إلا بالأدوية حينما ينامون يستعملون الأدوية أو يجدون النوم نادرا وهو لا يكفي لجسمه فذكر صاحب الكتاب في هذا الموضوع نصائح لكل من يجد المشكلة في النوم أو مواجها مع الأرق ومن النصائح ما ذكر صاحب الكتاب استخدام السرير للنوم فقط والذهاب إلى فراش النوم عند النعاس يعني لا تذهب قبل النعاس قراءة أذكار النوم لا تنسى ذكر النوم أو دعاء النوم فإذا أحس بعدم القدرة على النوم عليه أن يقوم ويترك الغرفة فليشغل نفسه إما بالقراءة إما بمراجعة الكتاب أو بالمشي أو بالممارسة الرياضة إلى أن يحس ويشعر بالنعاس فعند النعاس فليرجع إلى سريره وإلى غرفة النوم فعلى الرجل أيضا أن ينظم وقته وجسمه وبدنه متى ينام ومتى يستيقظ أن يعين وقت النوم وأن يعين وقت الاستيقاظ حتى يوم العطلة أيضا فعلى الرجل أيضا أخي المستمع الذي يجد المشكلة في النوم
أن يجرب نفسه كيف أنام مريحا، كيف أنام بالليل بشكل طيب جيد. فليجرب هذا الأخ نفسه أسبوعا، أن يقوم بالقيلولة أسبوعا كاملا، يعني النوم بالنهار، هل يجد النوم المريح ليلا أم لا مع القيلولة؟ فإذا كان يجد النوم بالليل نوما مريحا طيبا فليستمر بالقيلولة، وليجرب نفسه أيضا في أسبوع الثاني بترك القيلولة، فلينظر هذا الشخص كيف يجد نفسه بالليل، فإن كان نومه أفضل بترك القيلولة فليترك القيلولة، فأي طريقة كانت أفضل لنومه فليختار لتلك الطريقة لنفسه. فعلى الرجل أيضا أخي الطالب أو أخي المستمع الذي يجد المشكلة في النوم أن يزول حزنه وقلقه، أن يزول حزنه وقلقه، وألا يتفكر في أمور ما لا ينفعه، فليزل عن نفسه الأفكار التي لا تنفعه. وإن كان مشغولا بالأعمال فعليه أن يضع الجدول، فعليه أن يضع الجدول لأداء الأعمال، فعليه أن يضع الجدول لأداء الأعمال، ماذا أفعل غدا، متى أبدأ العمل، متى أقوم بهذا العمل، كيف أحل بهذا العمل، فليضع الجدول وليضع له الحل، ثم بعد ذلك فليذهب إلى فراشه بفكر صاف ومستريح. وعليه أيضا أن يتناول الغذاء ما ينفعه في اليوم، وممارسة الرياضة والاستحمام عند الحاجة، وألا يجبر نفسه بالنوم على القوة، فالنوم لا يأتي بالقوة. فأرجو من الله سبحانه وتعالى لكم بنوم مريح أخي المستمع. إذا من دقة من قطاسو يو نمونا التولان إكلا دا نوم تعريبه كمثال نوم سشد نعمت ديك نعمت ندم فكم حالات إنسان وتسون ضرورت دي أو دارنگ دا حرچا مختلف حالات دي چالا خخوب ورزي چالا نورزي هر سالي دي خبل زان تجربة كي چه بكم طريقة مالا خخوب رازي دا كتاب والا كم نصائح كرلي أغي خلاصة ذكر كا نو دي سر بزمان قطاسو عربي سر نورام قويش إن شاء الله. عزتمندو ترجیح پر زمن استادو دغه بحث ختم شو، تر بل خبرونه پورین په لوی رب العالمین باندې سپارم. تل بار عزتمن خوشاله کامیاب آباد اوسئ، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. منار FM.